نيفين بشرى أخت الشهيد كيرولوس بشرى. مساء الخير يا نيفين. كان عندك كم سنة لما كيرولوس استشهد؟ كان عندي 15 سنة. علي صوتك عشان أسمعك. كان عندي 15 سنة. 15 سنة. سن صعب شوية إنك تستقبلي خبر زي ده. كان صعب علينا قوي، هو كان أكبر إخواتي فكان صعب علينا وإحنا كنا صغيرين يعني. أنت بتدرسي إيه أو؟ أنا خدت دبلوم تجارة. خدتي دبلوم تجارة. خلينا أسألك، بعد 6 سنين أنتوا بتعملوا إيه في الاحتفال بذكرى السنوية للاستشهاد؟ يعني إحنا النهاردة هو ليلة الحدث، بتحتفلوا بيه إزاي؟ بتعملوا إيه في الذكرى السنوية؟ هو من ساعة ما يعني في الأول كان ذكرى سنوية عادية، كان بيبقى فيه نهضة وكده بس، مش يعني مجمع البلد بس. لكن بعد الرفات لما جت فرجت، يعني احنا نفسنا يعني اتبسطنا برجوح. بتحتفلوا مع الرفات؟ بنيجي هنا الكنيسة بنحضر، مثلا في الأول كان بيبقى في نهضة من أول يوم لحد آخر يوم اللي هو صلاة العيد. لكن السنة دي بظروف كورونا وكده ما توفقوش إن احنا نعمل نهضة، فلغوا النهضة وبقي اللي هو ليلة العشية وصبح تاني يوم اللي هو يوم العيد، فبنيجي بنحضر وبنبقى مبسوطين إن احنا بتحضروا قداس الصبح. بتحسي بإيه لما بتيجي تشوفي الرفات والتماثيل وتشوفي التكريم الكبير قوي اللي اتعمل؟ طبعا هم تكرموا تكريم خلاص، يعني هم تكريمهم أعلى من كل اللي اتعمل يعني يعني في حضن المسيح، لكن أقصد التكريم اللي حاصل من ساعة الاستشهاد لحد اللحظة دي. هو ربنا لما هم حد بيكرم ربنا فربنا بيكرمه، فكان تكريم من ربنا بالمكان دوت بالكنيسة، بعد كده بالمزار. الكنيسة دي كانت أساسا في الأول يعني كان في مشاكل كتير علشان تتبني، لكن ربنا دبر ويعني أراد إن هي تتبني لهم كنيسة، واتبنت الكنيسة فعلا وبقي المكان جميل خالص باسمهم، وبقي مكان موجود باسمهم طول الحياة. يعني حتى لو أهليهم ماتت بس هم هيفضلوا موجودين. وأنا بشكر ربنا، يعني مش بقول الفضل للأهالي، بصراحة الفضل الأكبر لربنا أولا. الفضل يعني كل حاجة، هو دي لحظة هم سرقوا السماء، زي مثلا اللص اليوم، زي اللص لما سرق السماء في لحظة. هو ما كانش أكيد عمل حاجات كتير حلوة، ما ترباش من أهله بطريقة كويسة، ما عاش حياة كويسة من الأول، لكن حياته اللي هي اللحظة ديت اللي ربنا عطاه قرار يا إما أيوان يا إما لا، فهم قرروا أن يكونوا مع المسيح، وده هم كرموا ربنا وربنا بيكرم كل يوم، بيبقى فيه تكريم جديد. طب أنتي كنت سنك 15 سنة، ده سن يعني صعب شوية فعلا، سن مراهقة يعني وبداية طلعة للدنيا للحياة. واستيعابك للأمور يعني بيبقى فيه حساسية جديدة جدا. الاستشهاد ده غير فيك إيه؟ غير في شخصيتك إيه؟ هو غير في حياتنا ان احنا مثلا نبقى بدل ما بنخاف وكده، لا ما نخافش، احنا نقدر نقول ان احنا مسيحيين دلوقتي بقلب جامد، ما نخافش، بنطلع وبنرجع، بنقول هو ربنا هو اللي حمينا، يعني مفيش حاجه تاني. فغير في مفهومنا ان احنا كنا بنخاف في الاول، بنخاف نتاذي نتوجع، لكن ربنا غير في حياتنا بيهم، هم غير كل حاجه بيهم هم. حياتكم اتغيرت خلال ال6 سنين اللي فاتت دي؟ يعني انا كنت صغيره بس فاكره في احداث كده في دماغي، مستحيل ان هي تتنسي. ما بتنسيهاش؟ اي مستحيل ان انا انسى اللحظات دي رغم ان انا كان سني صغير. يعني في كده مواقف لا مستحيل ان انا انساها. زي ايه؟ يعني مثلا انا فاكره تاريخ الاستشهاد رغم ان كنت انا صغير، فاكره المواقف اللي حصلت، مواقف اتخطفوا. يعني كان كيرولوس اصلا انا يعني كنت صغيرة، لكن رغم كده في أوجات كده كنت بحس إن هو لا موجود. يعني مرة أنا كنت نايمة وكده بس جاني وقال النهاردة يوم فرحي، رغم إن هو أنا كنت لسه صغير يعني ما أعرفش. يعني ده قبل الاستشهاد؟ ده كان قبل وبعد، يعني قبل في فترة قال لك النهاردة يوم فرحي، ده قبل في فترة الخطف بس. بعد كده اللي هو اليوم اللي استشهدوا ده كان فعلا أنا شفته بيقول ده النهاردة يوم فرحي، فانا في الحلم على اساس ده فرح ارض، فلا انت عامل فرحك لوحدك، روح افرح بيه لوحدك. بس ما كانش في دماغي ان هو ده موقف استشهاد.
نيفين انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا وبشكر المحبه اللي محاطينا بيها كل اهالي الشهداء. بشكرك نيفين جدا. نيفين بشرى اخت الشهيد كرولوس بشرى. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير وهنستكمل مع اهالي الشهداء.